أعلنت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية، مما أسفر عن استشهاد شاب في مخيم للاجئين خلال أكبر مداهمة للمدينة منذ سنوات. وصرحت قوات الاحتلال بأنه خلال العملية اندلعت أعمال شغب رشق خلالها الفلسطينيون الجنود بحجارة وقنابل حارقة فردوا عليهم بإطلاق الرصاص الحي. وذكر شهود في رام الله أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة بعشرات الآليات العسكرية.